السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده طبعا بنتوجه بالشكر لكل المجموعه، دكتور مصطفى ودكتور احمد ودكتور حمدي وكل المجموعه، يعني اللي قاموا بالعمل العظيم دوت، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم جميعا. النهارده ان شاء الله بنتكلم على الفيفر اند جونديس، وطبعا كمان الموضوع كبير، فاحنا هناخد هايلايت، مش هندخل بعمق في الحالات، ولكن يعني عشان نعمل برود مايندنج للموضوع. طبعا حضراتكم عارفين ان معظم الموست بابلر كوز اوف انفولفمنت جوندس ان فيبرايل بيشنت هو الفيرال هيباتيتس، ولكن هاوفر ذير از ماني اذر كوز شود بي كونسيدرد. من امثله في حاجات انفكشس وحاجات نون انفكشس، والانفكشس كتير جدا، من ضمنها البكتيريا سواء جرام نيجاتيف سيبتيميا او السالمونيلا او البروسيلا او التي بي، زي ما الاستاذ الدكتور حمدي قال كده، باين ازاي التي بي ممكن يفكت اني اورجن في الجسم. حاجات كتير، الاستيريا الليبتوس فيروزس من الاسباب المهمه جدا، وكان حد من الزملاء اشار انها اندر دايجنوزس، الكيو فيفر وغيره وغيره، ونون فيرال واذر فيرال كوزز، والتريفوزويد زي الملاريا وهكذا. فالاسباب كثيره جدا. احنا عندنا حاله، العيان ده كان جه مستشفى حمايه امبابه، دخل في الاي سي يو، يمكن مش عارف الدكتور حمدي فاكره ولا لا، زمان جاي العيان دوت عنده فيفر، وابتدى يدخل بعد ما اتحجز، ابتدى يدخل بسرعه جدا، من اول يوم ابتدى يدخل، يبقى ديتريوريشن في الليفل اوف كونشسنس، والعمل ثرر اكزامينشن وانفستيجيشن، كل دوت ما طلعش حاجه، لكن الخلاصه بتاعت العيان بعد الانفستيجيشن ان هو في بلور وفي ديتريوريشن في كونشسنس وفي جوندس وفي شويه هايبوغلايسيميا. العيان ده مثال دكتور حمد، دكتور مجدي قال الهيستوري مهم جدا، فطبعا لما خدنا هيستوري من العيان طلع العيان دوت كان جاي مندوب مبيعات، وكان راح جنوب شرق اسيا، وعد على الخليج، وبعدين جه مصر. فطبعا لما نراجع الحاجات اللي هي ممكن موست كومن كوزز في الناس اللي جايه من ترافلر من انديميك اريا، هنجد الملاريا على راسها، ثم الانتريك فيفر، وحسب المنطقه اللي انت جاي منها او العيان جاي منها فيها ايه كومن ديزيز في المساله دي. فطبعا حطينا الملاريا في الاعتبار، فاي عيان جاي من ترافلر وسكر لازم ناخد بلاد فيلم. خدنا بلاد فيلم الحقيقه طلع نيجاتيف، وبعدين قلنا هاخد بلاد فيلم تاني طلع نيجاتيف، والبلاد فيلم التالت هو اللي طلع بوزيتيف. انا بقول كده ليه؟ عشان اشير ان مش من اول بلاد فيلم نقول ان العيان ده مش ملاريا، ما دام سسبكت ان ده ملاريا لازم تاخد سيريس بلاد فيلم. وكان في الوقت دوت كان لسه السيرولوجيكال تيست والرابد ملاريا تيست ما كانش موجود ساعتها. زي ما انتم عارفين ان الملاريا بيحصل ديستراكشن للار بي سي بكذا ميكانيزم، وتدينا الانيميا والهايبر بلوربينيميا والهايبر والهيموجلوبينوريا وبقيه المانيفستيشن بتاع الملاريا نتيجه للديستراكشن بتاع الار بي سيز، بيطلع السيتوكاينز والبيجمنت. ومش بس كده، في الفلسبرا الملاريا بيضاف عليها كمان ان في حاجه اسمها روزيت فورميشن. الروزيت فورميشن البارازيتايزد ار بي سيز بيلزق عليها النون بارازيتايزد ار بي سيز، وتبقى تمسك كتله واحده ويحصل في حاجه وتسد البلاد فيسلز المايكرو فيسلز، وكذلك بيحصل حاجه ثانيه اسمها سيتو ادهرنس. البارازيتايزد ار بي سيز تلزق على الجدار الداخلي بتاع الاندوثيليوم بتاع السمول بلاد فيسلز، وتعمل لنا اكلوجن للسمول بلاد فيسلز، ودوت اللي ورا الميكانيزم بتاع المالجنت ملاريا او الفلسبرا ملاريا، انترفير مع المايكرو سيركوليشن والميتابوليزم بتاع السيلز، وتدينا مالتيبل اورجان فيلر. ده يدينا اهميه ان الشخص اي واحد مسافر لازم نشوف السي دي سي والبلد اللي هو رايحها، وهل ايه الامراض المنتشره هناك، وريزيستنت لايه وسنسيتيف لايه، وبرده يدينا اهميه تواجد الادويه اللي هي مش موجوده فعلا. الناس دلوقتي عماله تدوق على الادويه عشان تاخد بروفلاكتيك قبل ما تمشي، وخصوصا الاريام اللي هو الميفلكوين والمالارون، دول من اهم دوايين المفروض يكونوا موجودين. وفي حديثا دلوقتي التفينكوين ودوت اللي كان نزل حديثا كسنجل دوز للانتي ريلابس، لكن دلوقتي السي دي سي اعتمادته كبروفلاكتيك
دوز للمسافرين للاندمك اريا، بتاخد 3 ايام لودنج دوز وبعدين 200 مللي جرام كل اسبوع طول فتره السفر، وبعدين بعد ما يرجع برضه باسبوع. كون الملاريا دي من الحاجات المهمه، ده بحث احنا العيان ده كان جاي من جنوب شرق اسيا، ده بحث اتعمل في افريقيا وفي الناس الفبرايل جوندس، ووجدوا ان معظم الاسباب برضه هو الفيرال هيباتيتس والفالسيبرام ملاريا، وفي الفيرال هيباتيتس كان معظم الاسباب نتيجه هيباتيتس بي. احنا هنا في مصر حصل شيفت من الهيباتيتس بي بعد ما كانت في الثمانينات هي اكتر سبب في الاكيوت فيرال هيباتيتس في المستشفيات الحميات، حصل شيفت بعد الفاكسينيشن واصبح الفيروس ايه هو معظم الاسباب نتيجه الاكيوت فيرال هيباتيتس، بتبقى فيروس ايه وديكلاين للهيباتيتس بي. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا جوندس ان اكيوت فيرال ان في الاكيوت فيرال هيباتيتس ده لما يكون نتيجه الهيباتوتروبيك فيروس بيبقى في معظم الحالات الفيفر وكونستيتيوشن سيمتومز بتديكلاين او بعد ظهور الجوندس، عكس هذا العيان اللي كان الفيفر والجوندس كونكومتت مع بعض، فعشان كده ما كانش الفيرال هيباتيتس مع انه ممكن يبقى يدخل فالمنت هيباتيتس ويدي نفس الصوره، لكن ما كانش هو الموست بوسبل كوز. فبالتالي اما يكون عندك كونكومتن فيفر مع جوندس بنفكر في حاجات تانية غير الفيرال هيباتيتس، ممكن نفكر في اذر فيروسز زي اذر فيروس زان الهيباتوتروبيك فيروس زي الستان باير فيروس سيتوجال فيروس الفيرال هيموراجيك فيفر، ممكن نفكر في البارازيتك ديزيز زي الحاله دي الملاريا والفاشيوله والاميبيك ليفر ابسس وغيره، ممكن نفكر في السيستميك بكتيريا انفكشن وزي وممكن الانتريكا والبروسيلا والليبتوس بايرا زي ما الاخوه اشاروا ان الليبتوس بايرا اندر دياجنوست في مصر، الاذر كودز سواء انفكشوس او نون انفكشوس زي الاوتو امين هيباتيتس والكولانجيتس سواء برايمري او سكندري والتوكسيك هيباتيتس. عندنا الحاله ديت ده واحدة عندها 29 سنة جاية فيفر وهيباتو ميجالي ومايلد جوندس، وديت حالة قديمة جدا وهي جاية من يعني شفنا زيها هنا في مصر كتير، لكن دي الحالة دي بالذات جاية من النت، واتعمل الورك اب معظمه طلع نيجاتيف، ولكن في حاجتين اشاروا ليها ان فيه رود ليفر وكذلك كان فيه ايزينوفيليا، فدوت اشار ان هي ممكن تبقى فشوله واسترولوجي باين لنا انها فشوله، فبالتالي دي سبب اخر مثال اخر للبارازيتك ديزيز اللي ممكن تيجي بفيفر وجوندس. فبالكونكومتنت فيفر مع جوندس بنفكر زي ما اتفقنا في اذر كوزز من الفيرال، وبنفكر في البارازيتك مانيفستيشن زي ما احنا قلنا، وكذلك بنفكر في السيستميك بكتيريال انفكشن سواء انتريكا او غيره والاذر كوزز. طيب يبقى احنا عندنا سيستميك جوندس اند نون فيرال فيبرايل بيشنت. السيستميك انفكشن عاوزين قبل ما نتكلم عليه نفتكر حاجه مهمه جدا ان الليفر ليه دول بلاد سبلاي، يعني كل الاورجان بياخد سيستميك بلاد سبلاي ويطلع منه الفينس ريتيرن. الليفر بقى ليه اثنين دول بلاد سبلاي ويطلع منه الفينس ريتيرن. الدول بلاد سبلاي من الفيسرال سيركوليشن عن طريق البورتال سيركوليشن، والسيستميك سيركوليشن عن طريق السيستميك اللي هو هيباتيك ارتري. فبالتالي انفكشن موجود في الفيسرا او انفكشن موجود في اي حته في البودي ممكن يروح للليفر سواء عن طريق البورتال سيركوليشن او على عن طريق السيستميك سيركوليشن هيباتيك ارتري، سواء ده كان توكسين او اورجانيزم نفسه. فعندنا هنا حاله 24 سنه بيشنت ميل، وبعدين جاله برضه فيفر وابدومينال بين فيج ابدومينال بين، والفيفر كان 39 ومايلد جوندس، واتعمل له سارا انفستيجيشن برضه ما وصلناش لحاجه، ولكن كان في ليكوسايتوز زي ما حضراتكم شايفين والهايبر بيلروبونيميا ومايلد اليفيشن للليفر انزيم. عشان العيان كان فيج وما كانش فيه لوكاليزد تندرنس في حته معينه، لكن في ابدومينال بين اتعمل له سي تي اتوجد ويز كونتراست. لو تلاحظين هنا السوجه موجوده فيه في ثرومبوزس في السبلينك
في البورتال سيركوليشن، وفي في الرايت برانش اوف بورتال فين ثرومبس، وفي هيتروجينس انهانسمنت في الليفر. ولكن في هنا لقينا منطقه الابندكس. طبعا دكتور احمد سعيد هنا استاذ السي تي في سويلنج والجاز موجود في الابندكس اريا، وسويلنج في الفات حوالين السيكم، ودوت حاله ابندسايتس. فبالتالي ممكن السورس بتاع الانفكشن اللي يروح للليفر ممكن من كذا اي مكان في الجسم، سواء الابنديكولار او دايفيرتيكولايتس او نيومونايتس او بايلونفرايتس او بلفيك انفكشن او اي مكان من الجسم ممكن يعمل سيبسيز ويروح للليفر. زي ما احنا خدنا هنا حاله ان كان في انتستاينال انفكشن راح عن طريق البورتال فين، ممكن يجي برضو من السيستميك سيركوليشن. فدي عندنا طفل عنده 5 سنين، ده كان محجوز في عنبر 13، لو الاخوه في الحميات كان محجوز في عنبر 13 من سنه، من اكتر من 20 سنه. ده كان جاي برضو بفيفر ونوزيا وفوميتنج وبروستريشن، وكان خد طبعا زي ما كلنا في مصر بندي انتي بيوتيك وخلاص، زي ما استاذتنا الدكتوره اميمه اشارت للابيوز. لكن ده كان بياخد امبيسيلين وخد غيره، ومع ذلك برضه ما كانش بيجيب نتيجه، والحاله عماله تزداد في التوكسيميا تحت الدان اكتر، وفي ابتدى يحصل فيه مايلد جونديس وابدومينال تندرنس وهباتو اسبرينوميجالي. العيان دوت برضو اهميه الهيستوري اللي كان بيقولها، وانا احنا كنا بمر عليها، كان عندي في العنبر ساعتها قرايبه جم واحنا موجودين وقالوا انت اللي ربنا جعل على ايدك الشفا في اخته من اسبوعين، كانت كونفيرمت انتريكا، وكان طلع في اللاب ان هي بارا طيف. العيان ده سحبنا له العينات البلاد كالتشر او كنا ساحبينها يعني من قبل كده، وابتدينا علاج الانتريكا، وفعلا استجاب جدا لعلاج الانتريكا. فدوت انتريك فيفر، وكان بريزنتد بكوليستاتيك جوندس ساعتها، اي نعم هو مايلد جوندس بس كان معظمها دايركت هايبر بلومينيا. زي ما انتم شايفين الالكالين فوسفاتيز كان عالي قوي، ولكن الاي ال تي والاي اس تي مايلد اليفيشن. وطبعا روتيني بنعمل، مع ان مش كلاسيك ان هو هيباتوتروبيك فيروس، لكن روتيني لازم نستبعد الحاجات دي. اللي بيفرق الانتريكا اما تيجي بجوندس مع الفيرال هيباتايتس، زي ما اتفقنا ان بيبقى كونكومتنت فيفر مع جوندس، والهاي فيفر مع ريلاتيف راديكالز. العيان ده كان 39 مع ان الهارت ريت كان حوالي 80، والليفت تو شيفت، واللور بيك في الاي ال تي، وهاي بيك في الالكالاي فوسفاتيز. في حاجه ثانيه مش عمليه يمكن مش موجوده عندنا، اي ال تي على اللاكتيك دي هيدروجين ريشيو ما بنعملهاش كتير، دي بتبقى قليله وتبقى عاليه في الفيرال هيباتيتس. طبعا اسباب كتير زي ما حضراتكم شفتوا، وكل سبب والليبتوس فايرا وغيره، وممكن ايه احيانا ممكن يبقى التوكسين نفسه هو يبقى الانفكشن مش في الليفر، يبقى بعيد، زي حالات الجرام نيكتيف سيبسيميا. وسيد الدكتور مصطفى الفشاوي شرح الجرام نيكتيف سيبسيميا في كذا مكان، وكان ايه، وطبعا مش هنقولها بالتفصيل، ولكن ممكن يبقى نون هيباتيك بكتيريال انفكشن وتطلع توكسين، والتوكسين هو اللي يروح للليفر ويعمل الاندو توكسين ميديتد انجري للهيباتوسايت، ويدينا الجوند زي ما حضراتكم ايه عارفين، فاحنا مش هنقول التفاصيل ديت. فالكونكومتنت فيرال انفكشن كتير، دي حاله ثانيه برضو هنقولها هي، ودي اخر حاله ان شاء الله. في ميل عندها 51 سنه، دي حاله الاستاذ الدكتور احمد عبد السميع رئيس السابق لقسم الامراض الكبد والجهاز الهضمي في مستشفى مصر الطيران، دي حالته. ديت 51 سنه بريزنتد باي نوزيا وفاتيج وجوندس من اسبوعين، وكان الانزيم فيري هاي انزيم، والالبوم كان 3.5، والالكالين فوسفاتيز عالي شويه، والفيرال ماركر كلها كانت نيجاتيف،
ولكن اما اتعمل الاوتو اميون انتي بودي طلعت عاليه والجاما جلوبولين عاليه، فاما اتحطت على السكور بتاع الاوتو اميون هيباتايتس هتاخد 6، لان هنا الاميونوجلوبولين عالي وكذلك الانتي بودي عالي وابسنس اوف فايرال ماركر عالي، يبقى ده 6 موست بروبلي ده اوتو اميون فايرال هيباتايتس. المفروض كنا ناخد بيوبسي لكن العيانه رفضت، ولكن ادت دراماتيك ريسبونس على الاميونو سبريسيف دراج فتاكدت انها اوتو اميون هيباتايتس. التفاصيل بتاعتها مش هنقولها طبعا، من اساس الكولانجيتس سواء برايمري او سكندري كولانجيتس. فده ملخص يعني نخلص المحاضره، ان الفيرال هيباتايتس بنحطها في الحسبان، ولكن في الغالب ما بيبقاش فيه كونكومتد فيفر مع جوندس الا اذا كان في فالمن او في اذر كوزس، والاذر كوزس كتيره لازم ندور عليها، والبكتيريا السيبسيس والتيفويد والدنج والبروسيلا، وفي حاجه اسمها ماكروفاج اكتيفيتي سندروم بتيجي مع روماتويد ديزيز لازم نحطها، والفانجل انفكشن زي ما استاذنا الدكتور احمد سعد اشار لاهميتها. العيان لازم نهتم بالسبورتيف مانجمنت، ممكن يبقى العيان يضايد من هايبوكلاسيميا، يضايد من ديهايدريشن، يضايد من حاجات تانيه غير السبب الاصلي، فلازم السبورتيف مانجمنت مهم جدا. لازم يكون في اكسس للهايدريشن وليد ايزوتونيك فلويد، والانتي بايوريتيك كولد فومنتيشن مهم جدا، ولو هناخد انتي بايوريتيك ناخد انتي بايوريتيك سيف، واللاب انفستيجيشن ناخد نسحب العينات ونتوقع السبب، ندي السبب الكوز تريتمنت الكوز في ايجنت سواء انتي بايوتيك او انتي بارازايت حسب ما انت متوقع. الخلاصه ان احنا بن ايم تو تريتمنت اندرلاين كوز وندي سبورتيف ميجرمنت لغايه ما العيان يفوق. لو العيان في كوما ما ننساش الان اسيتيل سيستاين، عشان ده لو العيان ده فالمنت هيباتايتس ممكن يفيد على ما توصل للتشخيص بتاعك. وما ننساش ندور دايما على اليورين اوت بوت العيان عشان ما يدخلش في كومبليكيشن وانت مش واخد بالك. اليورين اوت بوت والبليدنج تندنسي لازم نهتم بيهم او نبص عليهم. وجزاكم الله خيرا.